ألو، السلام عليكم صوتي، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا بعافية. معكم أميرة وراكم سيغ لا شان يوتيوب لورن ويز أميرة. ألو صوتي، مرحبا بكم في هذه لا ريفيزيون تاع لا بارتي 2 من الكور 1 أمبريولوجي. شوفوا خوتي، يعني دايرة معكم تحدي، كل ما تلحق فيديو ونحطها في اليوتيوب ل 500 فيو 500 راح نزيد نحط لكم موراها لا بارتي اللي موراها. يعني راكم تشوفوا هذه لا فيديو اللي راح نبارطاجيها دوكا، راح نكون مور ساعة مثلا تلحقوها 500 فيو، نحط لكم موراها لا بارتي الجاية كور جديد كور نيميرو. يعني نتوما تعاوني بالبارتاج وانا نزيد نتحفز نزيد نخدم لكم باش نافونسيو في البروغرام تري تري لونغ. دوك خدات مدة شوية بين لا بارتي اون ولا بارتي دو. بون، باش لحقنا 500 فيو كان لازم لنا 3 ايام، 4 ايام، 4 ايام طولتو شوية خاوتي. عاونوا بالبارتاج ماكسيموم. وحبيت نفتح قوس على بالي، كاين دي زيتيديون ما يضحكوش، كاين دي زيتيديون يدخلوا على بعضهم ايتو، هما ما تكونوش كيما هما. نتوما ديروا في بالكم بلي راه كل واحد يلحق له لا فيديو بسبتك راهي في ميزان حسناته، وبالك هذيك الحسنه هي السبب في النجاح تاعك، هي السبب ربي بيها يعطيك لا سبيسياليتي اللي حبيتها، هي السبب ربي يفتح لك بها دي فان خير. دونك حنا نتعاونوا في الحاجه بوزيتيف وما نتعاونوش في الحاجه نيجاتيف. ساي خوتي تبعوا معايا بسم الله. الو، مره اللي فاتت شرحت لكم لا فيكونداسيون وكملنا معاهم، وقلنا لا فيكونداسيون هي الاتحاد تاع النطفه والبويضه، سي لونيون دو سبيرماتوزويد اي لوفول. قلنا وين يصرى هذا لونيون؟ قلنا يصرى هنايا فرونك دو فالو، صح؟ تبعوا معايا واش راح نشوفوا مورا. راح نشوفوا خاوتي دوكا لا سيغمونتاسيون. كلمه سيغمونتاسيون سي ان شابيتر راح نشوفوه مو ما نكملو، باسكو هادو هما عباره عن دي شابيتر. يعني شوفوا البروغرام اللي راني دايرت لكم، هادو سي لي شابيتر اللي راح نشوفهم في لا فورماسيون. انا خيرت ندير هاد لا فيديو نيميرو 1 شغل نهضر لكم عليهم كاع، باش كل ما نبدا نشرح لكم شابيتر على بالكم وين راكم وما تكونوش البحر. فهمتوا خاوتي؟ صح. دونك مور ما نكملو مع لو شابيتر فيكونداسيون، راح نبداو نديرو شابيتر اسمه ميغراسيون انيداسيون، باردون، هادي هي زابيتر. تبعو معايا، قبل ما نهضر على ميغراسيون ونيداسيون نعاود نرجع لكلمة سيغمونتاسيون ونشرحها، ما تلفلكمش وما تخلطلكمش المعلومات، راح نروحو حبة حبة. بسم الله. الو، كلمة سيغمونتاسيون معناها الانقسامات، اوكي؟ كلمة سيغمونتاسيون تقدر البروف تقول لكم بدلها كلمة كليفاج. سما من نوعي كي نسمعوا كلمة سيغمونتاسيون ولا كليفاج ولا ديفيزيون معناها انقسامات. اوكي أميرة كملي لنا. شوفوا معايا، حنا هذه البويضة الملقحة اللي تحصلنا عليها ولا لو زيغوت كيما سميناه المرة اللي فاتت، خاوتي راح يقعد خلية واحدة؟ علاه هو بارازيت ما نشوفوش بالعين المجردة باش يقعد خلية واحدة؟ لوجيكمون لا، لا راح يدخل في انقسامات. علاش راح يدخل في انقسامات؟ باش يتحول الى كائن حي عنده الاعضاء كامل اللي يسحقها، صح خاوتي؟ دونك واش معناها لا سيغمونتاسيون؟ سي تو سامبلومون خاوتي لا ديفيزيون سيلولار، الانقسام الخلوي تاع لوزيغوت هذايا، يعني يولي متعدد الخلايا. يعني راح ننطلقوا من كائن اوني سيلولار في خليه واحده الى كائن بلوري. بلوري معناها من بلوزيور، بلوري سيلولار معناها متعدد الخلايا. قال لك كي تصرى هاد لا سيغمونتاسيون ما يصراش ولا ما تصراش اون اوغمونتاسيون دو فوليوم، معناها ماشي راح يزيد الحجم تاع البويضه، راح تقعد نفس الحجم برك، راح سبحان الله تولي متعدده الخلايا. سي لا بروميير فاز دو تو ديفلوبمون امبريونير. يعني سبحان الله خوتي، البويضه غير مور ما تتشكل تحت مع النطفه، اول مرحله الجنين ولا لوزيغوت يبدا يديرها سي الانقسام الخلوي، صح خوتي؟ دونك اميره تلفت لنا شويه هنايا، كي قلتي لنا دوكا لا ميغراسيون هي الاولى ولا لا سيغمونتاسيون؟ اه جو سي كو كاين لو يسقسو هاد لا كيستيون. نو خوتي، مور لا فيكونداسيون سي لا سيغمونتاسيون، يعني مور الاتحاد تاع البويضه والنطفه راح تصرالنا لا سيغمونتاسيون هي الانقسام الخلوي.
صحيح أختي؟ صحيح. شوفوا معايا، قال لك سي لا بروميير فاز دو ديفلوبمون امبريوني. لو فيكوندي ولا لو زيغوت سوبي اون سيغمونتاسيون اون سيلول نون ديفيرونسي، راح il va subir، معناها راح يصرالو سيغمونتاسيون، انقسام خلوي. بصح الخلايا اللي راح يمدهم لنا يعني قال لك نون ديفيرونسي، يعني خلايا بدائية نوعا ما غير متميزة، باسكو من بعد هذه الخلايا راح تتميز، وكل خلية راح تولي، يعني كل خلية راح يكون عندها دور خاص. اوكي، كي بو زا بو سورغانيز، قال لك بشوية بشوية راح تورغانيز الحال. فوالا، دوكا موراها واش عندنا؟ عندنا لانيداسيون. لانيداسيون خاوتي هي، نقدر نقول هي كلمتين، نبداوها بلا ميغراسيون اي لا نيداسيون. صح خاوتي، شوفوا معايا، صرات لا فيكونداسيون، وين في ترونك دو فالور، راني يعني نعاود بالشفو على المعلومة، كي لحقوا لو جافيك فيكونداسيون، اميرة غادي نعرفوها ساي. صح، صرات لا فيكونداسيون، صرات ترونك دو فالور، صرات. صح، دوكا واش راح تصرا؟ راح تصرا لا سيغمونتاسيون، الانقسام الخلوي. بصح هذه المرحلة تاع لا سيغمونتاسيون تصرا معاها مرحلة واحدة أخرى في نفس الوقت. اسمعوا مليح واش راح نقول لكم، باسكو الدراسة كي تكون البويضة تنقسم، هاي ليك، شوفوا، تحبون نزيد نكبر لا فوتو باش تبان أفضل، شوفوا خاوتي، ها هي تنقسم، ها راكو تشوفوا هنا خاوتي، البويضة هذيك راهي تنقسم، ما راكوش تشوفوا بلي راهي تهاجر. وي تسمى واش راه يصرى؟ تسمى راهي تصرى لا سيغمونتاسيون، هي الانقسام. واش راه يصرى معاها او ميم طون؟ لا ميغراسيون او الهجره تاع البويضه. البويضه راهي تهاجر من ترونك دو فالو، راح نشوفوا بلي الفا ميغري، وين راح تروح؟ راح تروح للرحم. واش نسميو الرحم بالفرنسيه؟ نسميوه لوتيروس، لوتيروس. صحيح خاوتي، صح. اون بعد مور لا ميغراسيون، كاين كلمة اسمها لانيداسيون. لانيداسيون جو بونس هضرت لكم عليها في الفيديو الأولى. لانيداسيون معناها لامبلونتاسيون، لامبلونتاسيون معناها التثبت. صح خاوتي، التثبت معناها كي راح تهاجر البويضة هذه، سبحان الله لو زيغوت هذا راح يهاجر وبقي يقعد هكا يعوم هنا في الرحم وما على بالوش وين يدور. نو خاوتي، سبحان الله، ربي يقول لك كل شيء خلقناه بمقدار. شوفوا معايا، معناها هذا البويضة خاوتي راح تروح وتثبت في الرحم. شوفوا واش مكتوب هنا، نيداسيون دو لوف، وتثبت في منطقة نسميوها لا ميكوز اوتيري. اوكي، يعني رانا في الرحم. اوكي، برك هذا الجدار سميوه جدار الرحم، سميوه لا ميكوز اوتيري. صحيح خاوتي، سمحوا لي راهي اذن، ما تنسونيش مصالح الدعاء تاعكم. شوفوا راني ندير لكم شغل دوره مدفوعه برك مجانيه في اليوتيوب باش كاع تستفادوا، يعني ما راني ندخل عليكم والو بالشرح، راني نشرح لكم من قلب قلبي. اي جو سيكو هاد العصا راهي توصل لكم، المشاعر كي تكون صادقه تلحق للناس، دونك نتوما ما تبخلونيش بجام الكومونتير، باسكو راح تطلعوا لا فيديو باش يشوفوها بزاف، وبالبارطاج بيان شو. Alors, je suis de retour, خاوتي. Donc, نعاود نلخص لكم بالخف واش قلت. قلت لكم باللي لا فيكونداسيون مور ما تصرا، راح يصراو معاها مرحلتين متتاليتين. أولهما سميناها لا سيغمونتاسيون أو الانقسام الخلوي، معناها هذه البويضة راح تنقسم باش تولي بلوري سيلولار. يعني لو زيغوت va subir des divisions cellulaires، راح يصراو له انقسامات خلوية pour devenir بلوريسيلولار. صح خاوتي، ابخي واش راح يصرالو؟ راح يصرالو لا ميغراسيون او ميم طون، يعني يهاجر باش يروح للرحم،
كي يروح للرحم il va s'implanter. S'implanter معناها يثبت، صرا له لانيداسيون يعني تو سامبلومون. لامبلونتاسيون ولا لانيداسيون هي نفس الكلمة. il va s'implanter au niveau de l'utérus، يثبت في الرحم exactement oui في la muqueuse utérine. صح خاوتي؟ موراها واش راح يصرا؟ شابيت خلي موراه نقراوه، راح نقراو حاجة واسمها لا غاستريلاسيون. بالك دوكا في لاباك كاين اللي راهم لاحقين الشابيت غاستريلاسيون، باسكو الله يبارك لي اللي افونسو في البروغرام، وكي يسمعوا هكا غاستريلاسيون ويشوفوا الالوان وكاع شغل يبداو يخافوا ويبداو يبانيكاو. انا بيرسونيلمون صراحة لي كنت نقرا في ميراني سي تو تافي نورمال، يعني ما راكش ما كيف تخاف هكا ولا ما تقولش بلي راني مبحر ولا كاع. صراحة النوم شوفوا معايا لا غاستريلاسيون واش معناها، ركز معايا واش راح نشرح لك. الوغ بسم الله ونراو لو سيلو نخربش لكم شويه. بارفي. لا غاستريلاسيون حنا خاوتي واش قلنا؟ قلنا في لا سيغمونتاسيون المرحله اللي قبلها واش كان عندنا؟ كان عندنا بويضه احاديه في الخليه، ومن بعد صرات لها لا سيغمونتاسيون ولات بزاف خلايا. صح خاوتي؟ سي بو بلي خاوتي ما فات با ترو اتونسيون على لو ديسان تاعي، برك انا باش نفهمكم باسكو راني نكتب بلا صوغي وما نقدرش نرسم مليح مليح بلا صوغي. فوالا صح. تما في نهايه لا سيغمونتاسيون نولي عندنا زيغوت متعدد الخلايا. هاد لو زيغوت واش راح تصرالو دوكا؟ راح تصرالو هذيك المرحله نسميوها لا غاستريلاسيون. لا غاستريلاسيون واش معناها؟ معناها الخلايا تاع هذايا الكائن. سبحان الله خوتي سبحان الله، شوفوا كيفاش ربي سبحانه خلقنا. معناها هذوك الخلايا راح يتقسموا الى ثلاث مجموعات ولا نسميوهم ثلاث وريقات. كاين المجموعه الاولى كما هي الخلايا اللي تكون في السطح من فوق، صح؟ وكاين المجموعه الثانيه هي الخلايا اللي تكون المرتبة الثانية جست موراها يعني، وكاين الخلايا الدخلانية كاع راح تشكل لي المرحلة العفو المجموعة الثالثة. أنا مانيش نيتوليزي هاد الألوان عبثا، استعملت هاد الألوان بالعاني باسكو صح كي راح تصرى لا غاستريلاسيون. راح نعاود لكم كي راح تصرى لا غاستريلاسيون وش الإصرار. لا غاستريلاسيون شغل راح يصرى ان روغروبمون. روغروبمون معناها اتحاد. اتحاد تاع وشنو؟ راح هذوك الخلايا كاع اللي كانوا عندي راح ينقسموا الى ثلاث مجموعات، وكل مجموعه متحده مع بعضها. المجموعه الاولى هي الخلايا اللي تكون على برا هنايا، على برا يعني على السطح، وهذوك المجموعه تغير اللون الازرق. اميره كيش غيرت لي اللون الازرق؟ غير هكا برك حبيتي اللون الازرق. بون زعما انا جو كاشفا بلي اللون الازرق هو اللون المفضل عندي، بصح ما خيرتوش هكا. هادو الوان عالميه في العالم كاع، في الملكه يكون يقروهم في هاد لا غاستريلاسيون يقولوا لهم بلي المجموعه الاولى البرانيه تتلون بالازرق. صح هاوتي؟ صح. نقول لو شارجور تاع البيسي. المجموعه الثانيه هاوتي غيرت اللون الاخضر، يعني هي جوست الدوزيام. المجموعة الثالثة خيرت اللون الوردي وديفون نلقاوه أحمر. صح شوفوا معايا لا غاستريلاسيون نقدر نقول عليها سي لا فورماسيون دي تخوا فويي امبريونير. نعاودو اسمحوا لي نرجع لكم وين كنت. الو فوالا كيما هنا راه مدايرين المجموعة الثالثة بالفيولي شغل، هي في الحقيقة تكون غوز رايح للغوش. وهذا الصفر هنا ما يهمكمش دوكا، ما يهمكمش كاع، شفوا لي غير على الثلاث الوان بالتدريج. الازرق من برا، الاخضر موراه، والاحمر ولا الغوز هو الاخر. الو خاوتي قلنا لا غاستريلاسيون سي لا فورماسيون دي تخوا فويي امبريونير، معناها هي تشكل ثلاث وريقات. ثلاث وريقات نفس واش شرحت لكم خاوتي، ثلاث مجموعات تاع الخلايا. صحيح. تسمى هي تشكل ثلث وريقات، نقصد بها هي تشكل ثلث مجموعات على الخلايا. واش اسمهم؟
البلو الطبقة الأولى واسمها ليكتوديرم. شوفوا ليكتوديرم. ومن بعد أخوتي عندنا دونك خاوتي، واش كنت نقول لكم؟ الوريقة البلو الشفاو على الأسماوات على حسب الألوان، صح؟ دونك من وجاي الوريقة البلو الطبقة الأولى هذه سميناها ليكتوديرم، صح؟ والوريقة الفير نسميوها لوندوديرم، والوريقة اللي غوز ولا تكون في غوز ولا غوش قلت لكم نسميوها لو ميزو. ميزو تكتب هكذا، استنى دقيقة، ميزو فوالا، ميزو زيدو لها غير لو سوفيكس دار، صح؟ دونك لا غاستريلاسيون سي لا فورماسيون دي تخوا فويي امبريونير، ليكتوديرم لوندوديرم اي لو ميزوديرم. ما نتعمقوش كثر كيفاش يتشكلوا وين يكونوا كيفاش يكونوا، باسكو هذا كاع نشرحوه في الشابيتر غاستريلاسيون. هنا غير باش نحطكم في الصورة، صح أميرة؟ المجموعات هذو الثلاثة تقسموا وداروا لهم ألوان، و لا غاسبيلاسيون هي تشكل لي تخوا في امبريونير هادو، بصح وشنو هو الدور تاعهم؟ خوتي هادوما سبحان الله كل مجموعة راح تتكفل بصناعة أعضاء معينة، كيما ليكتودير الطبقة البرانية هي اللي راح تشكلنا لابو تاعنا، سبحان الله لابو وتشكلنا ما من الجهاز العصبي لو سيستيم نيرفو، بينما راح نشوفوا باللي لوندودير المجموعه الخضراء هذه هي تشكلنا الاعضاء الداخليه كامل، كما مثلا لاباغاي ريسبيراتوار الجهاز التنفسي كما لي بومون، اوكي خاوتي، كما لاباغاي ديجيستيف الجهاز الهضمي، هاني تيشكلوا لوندودير. والميزودير التال هذاك يشكل ما بقي من ما بقي عفوا من الاعضاء ما تشكلتش، صح؟ تاني توش يشكلوا كيفاش نشوفوهم في وقتهم. برك دوكا اهم حاجه راني فرحانه بيها انكم ديتوا لاباز وعلى بالكم وين راكو الدور، صح؟ خير الحمد لله حتى دوكا. الو خوتي ابقي عندنا شابيتر لا نيغولاسيون. بون لا نيغولاسيون على حسب الاسم تاعها نقدروا نعرف واش معناها نيورون عصب. الو خوتي لا نيغولاسيون هي تشكل الجهاز العصبي، اوكي؟ دونك لا نيغولاسيون سيت اون ايتاب دو ديفلوبمون امبريونير، هي مرحله من مراحل التطور الجنيني. بون دي ميتازوير تريبلو بلاستيك هذه من بعد نهضر لكم عليها واش معناها، دوكا مانيش حابه ندوخكم. الو نعطيكم كلمه واحده، ميتازوير معناها الكائنات متعددات الخلايا، اوكي؟ ميتازوير هي الكائنات اللي يكون عندها عدة خلايا واللي نشوفوها بالعين المجردة، العكس تاعها هما لي بروتوزوار. لي بروتوزوار هما الكائنات اللي يكونوا مكونين من خلية واحدة، كيما لي ميكروب لي بكتيري اللي يكون فيهم خلية واحدة. حنا ماشي راح نقراو على هادو، حنا راح نقراو على لي ميتازوار، صح؟ صح. الو نزيد نشرح لكم هذه تريبلو بلاستيك، ما عطانيش قلبي ما نمدها لكمش، صح نعاود معليش. الو لا نيغولاسيون هي مرحله من مراحل التطور الجنيني، و تو سامبلومون سي لا ميز اون بلاس دو سيستيم نيرفو سنترال، هي تموضع وتكون الجهاز العصبي المركزي عند الجنين هذا، صح خوتي؟ مي علاش قالوا لنا سي اون ايتاب دو ديفلوبمون امبريونير تاع لي ميتازوار تريبلو بلاستيك؟ قلت لكم بلي الكائنات كاين منهم نوعين، كاين لي ميتازوار متعددة الخلايا الانسان الحيوان النبات، كاين لي بروتوزوار هما البكتيريا مثلا، صح؟ صح. تريبلو بلاستيك معناها الكائنات اللي راح نقراو عليهم متعددة الخلايا، صح؟ الشرط الثاني لازم يكونوا تريبلو بلاستيك. تريبلو بلاستيك تخي معناها ثلاثة، أوكي؟ تريبلو بلاستيك معناها في المرحلة تاع لا غاستريلاسيون يتشكلوا لهم هاد التلت وريقات، ليكتودير لوندودير والميزودير. فهمتي غنيها كيفاش؟ راح نقول لكم كاين دي ميتازوار واحد اخرين نسميوهم لي ديبلو بلاستيك. ديبلو بلاستيك علاش؟
باسكو يتشكلوا لهم غير هاد الزوج، غير ليكتوديرم ولوندوديرم. يعني في مرحلة لا غاستريلاسيون راح نشوفوا لا فورماسيون دو دو فويي امبريونير برك. صح، بصح حنايا اللي راح نقراو عليهم كيما الانسان مثلا يتشكلوا له ثلاث وريقات، تسمى سميناهم تريبلوبلاستيك. تسمى على هذه قلنا بلي راح نقراو على لي ميتازوار تريبلو بلاستيك. هذا الشيء ما يعجبني بزاف باسكو هذا راح فيه الشرح تاع كاع واش قرينا. جيسبر كي راكم ديروا الملخص تاعكم معايا. دونك المرحله الاولى بون لازم يكونوا عندنا كائنين ادلت معناها بالغين، لو مال راح يعطينا لي سبرماتوزويد، لا فيمال راح تعطينا لي زوفول. اول مرحله واش راح تصرا لهم؟ كليفاج، هنا كليفيج، ولا نقدروا نقولوا بالعربيه ونقولوا بالفرنسيه عفوا لا سيغمونتاسيون. لا سيغمونتاسيون معناها راح يصرا لهم انقسام قلب. صح خالتي خير. ومن بعد المهم راح يصرا لهم هذاك الانقسام الخلوي، راح قلت لكم تصرا لهم لا ميغراسيون اي لا نيداسيون او ميم، يعني راح تهاجر البويضه وتتبت في لا ميكوز اوتيري. موراها واش عندنا؟ مرحلة لا غاستريلاسيون. لا غاستريلاسيون خاوتي سي تو سامبلومون سي لا فورماسيون دي تخوا فويي امبريونير، ليكتوديرم لوندوديرم اي لو ميزوديرم. ابخي عندنا لا ميغيلاسيون سي لا ميز ان بلاس دو سيستيم نيرفو سنترال. ابخي كتبولنا بلي تقدر تصرالهم مرحلة واحدة اخرى واسمها لورغانوجينيس. الأورغانوجينيز هي يكملوا يتشكلوا لهم باقي الأعضاء تاعهم لي زورغان. هكذا يا الحمد لله خوتي نكون كملت لكم لو شابيتر الاول، ان شاء الله تكون لحقت لكم المعلومه. ما تنساونيش من صالح التوع تاعكم واني متشوقه باش نقرا لي كومونتير تاعكم. اي ماكس دو بارطاج، بارطاجيو في لي جروب دو سيكسيون تاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله.